46 45 زي ما انتم شايفين في 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 رايز اوف بريشر صح؟ الرايز اوف بريشر ده معناه ان احنا في اللور اسفجيال سفنكتر. تمام هنكمل البول ثرو تبلع شريقك ها لحد ما نزل الثاني البيز لاين. اه احنا كده خرجنا من اللور اسفجيال سفنكتر في الفيرست شانل. تمام وابتدينا ندخل في السكند شانل. ندخل في برافو عليك هايل انت خلاص كده ابتديت تبقى موتيليتي اكسبرت. شكرا. 38 ثانية بقى تطلع 37 خرجنا تاني اهو 36 الثالثة هتبدأ تدخل دلوقتي بالظبط 35 زي ما تشوف احنا عايزين بقى الرابعة تفضل ثابتة عن اه ونبتدي ندي بقى المريض سوالوز يعني اوكي اه هي مدياني هاي بريشر الحقيقة النمرة ثلاثة دي زي ما انت شايف كده على الشمال الأرقام 49 50 بس احنا ما بنحبش نعمل اونلاين اناليسز يعني اتس بريفيربل ان احنا نعمل اناليسز بعد البروسيجر كده دخلت خارج يا دكتور اسامه والرابعه بدات تدخل اه الرابعه بدات تدخل اهي بالظبط هنحتاج الى صباع دكتور لابس صباع لابس جوانتي ومحتاجين صباعه بس اه يعني بيه ولا ايه لا خليك مكانك يا فندم احنا بس عايزينه يثبت القسطره عشان خاطر نبتدي نعمل البلعات بتاعتنا تمام هنحط صباعنا على الابر ليب مع القسطره استنى بس نتاكد ان احنا ثابتين كويسين المريض بلع ريقه دلوقتي هنعلم بس دراي سوالو كويس هنشرح الكومبلكس ده دلوقتي هنشرحه ان ديتيلز احنا عند 30 سم دلوقتي بالظبط هنحط صباعنا هنا يا فندم كده لو سمحت شكرا اوكي مش هنبلع تاني مش هنحرك القسطره تاني بقى خلاص احنا عند 50 سم دلوقتي عند 30 سم وانا هبتدي ادي المريض بلعات متكرره واعلم عند البلعات ده اهي ضم شفايفك على السرنجه حوش الميه في بقك ابلع ريقك بلعه واحده بس المريض بلع دلوقتي كده زي ما انتم شايفين شايفين البريستالتيك ويف از رانينج فروم ذا بروكسيمال تو ديستال الديستال اسوفيجس فيجورس قوي الحقيقه واللور اسوفيجيال سفنكتر حصل فيها ريلاكسيشن اهي ورجعت تاني قفلت قفلت قفله جامده قوي كويس دي اسمها البوست ديجلوتيتيف كونتراكشن بعد كده بترجع للنورمال بيز لاين المفروض ان انا ما ابتديش اعمل اناليسيز او انذر سوالو انتل وي جو باك تو ذا نورمال بيز لاين انت خرجت يا بيه بص كده تعالى بقى من الناحيه تعالى من الناحيه ايوه ايوه ايوه, أيوة كده انا عرفت منين انت خرجت ده في 2 ايوه حط صباعك ايوه تمام احنا رجعنا تاني للور اسفجيال سفنكتر خلاص رجعنا تاني للبيز لاين هنبتدي ناخد بلعه تانيه ابلع يا سيدي واللور اسفجيال سفنكتر زي ما انتم شايفين از ريلاكسنج وبعدين في فيري هاي بوست ديجلوتيتيف كونتراكشن This is higher than normal a little bit. هي الحقيقة أعلى من الطبيعي شوية. This is a little bit pathological. كبير حد حوالي تقريبا 55 أو 60. آه. لا هو يعني النورمال رينج اوف resting بريشر من 15 ل 35. كويس؟ احنا within normal range of resting pressure بس عندنا very high post deglutitive contraction. وعندنا channels فيها high resting pressure. كويس؟ هناخد بلعة تانية. يا ريت ما نتحركش يا دكتور ثانيه واحده ثانيه واحده ايوه ثبت بقى ضم شفايفك ايوه ابلع ريقك هو بلع بدري شويه البلعه دي مش هتتحسب بقى هنحسب بلعه ثانيه بعد كده احنا عايزين ناخد اتليست 6 ويت سوالوز this is a double swallow this double swallow does not count يعني ما نقدرش نعمل لها اناليسيس دي فاحنا we want a single swallows اوكي فهننتظر لحد ما الكاونتر بتاعنا يخلص ونرجع تاني للنورمال ريستنج بريشر زي ما احنا شايفين كده في اللاست شانل كويس وان ابلع معلش التايمر مغطي شويه على الشاشه
هنحاول نظبط السوالو اللي قادمه دي برضو دبل سوالو مش هننفع هنعيدها تاني معلش. احنا عايزين اتليست 6 كويسين. اوكي ديبندز على الكوبريشن اوف ذا بيشنت، ديبندز على الانكزايتي. كل ما تعمل ريليف للانكزايتي بتاع البيشنت كل ما ايه تلاقي الريسبونس بتاعنا احسن. ابلع بلعه واحده لو سمحت. انا عندي برضو بريستالتيك كونتراكشن اهي نورمال وذين نورمال رينجز. يمكن الديستال اوسوفيجس فيجورس شويه عالي عن النورمال شويه اللي هي عند بي 3. عند بي 3 ذس از ذا ديستال اوسوفيجس. بس احنا هنقيم ده في الاخر لان احنا دايما لازم نقيم النمبر اوف سوالوز وناخد الافريج بتاعهم لان احنا عندنا يعني زي ما بيقولوا كده ايه نسبه سماح 30% اكتر من كده بيعتبر باثولوجي. انما ابنورمال ريلاكسيشنز ابنورمال اوسوفيجال كونتراكشنز مسموح لنا لحد 30%. هو بلعة تانية this is a dry swallow لازم نستنى بعدها برضو شوية. أنا قدامي بسبينهم الأبرز في جيت سفينكتر 3 minutes 2 minutes 1 minute. طيب دم شفايفك ابلع خلاص دي آخر بلعة وهنبتدي نعمل pull through مرة أخرى عشان نبين الأبر أوسفيجيال سفينكتر. 1 مينت 1 مينت. لا اتس ا نورمال سوالو دي يعني قصدي حضرتك البيكس دي لا دي المريض حزق فلقيت لهم كلهم انكريست انتر بريشر شويه حزقه صغيره. هنكمل البول ثرو بتاعتنا عشان انا عايز ابين لكم بس الابر سفينكتر. هعملها بسرعه شويه لو تسمحوا لي عشان خاطر الوقت. هنلاقي اول شانل اهو عالي البريشر فيه. احنا دلوقتي في السكند شانل. بي 1 عند الابر سفينكتر دلوقتي هنحاول نوصل بي 2 عند الابر سفينكتر ويبقى 1 عند الفارينكس. اوكي بي 2 عند الابر سفينكتر اهي كويس. ابلع ريقك زي ما انتم شايفين كده في ام شيبت ريلاكسيشن في بي 2 ات لوكس لايك ام. ابلع ريقك تاني كمان بلعه الفارنجيال كونتراكشن سيمالتينيس مع الابر اوسفيجال سفينكتر ريلاكسيشن وبروباجيتنج انتو ذا اوسوفيجس. هنخرج بقى كده خرجنا خلاص and this concludes our study وهنخش على الاناليسز هتنقله على another case ووريكم الاناليسز بعد ما نخلص. اوكي شكرا لحضرتك. عفوا يا فندم. اتفضل يا باشا. الحمد لله على السلامة. ما كانتش متعبة قوي اظن. ها المايك female patient aged 40 years past medical history negative. دكتور ايمن female patient aged 40 years past medical history negative past surgical history negative complained dysphagia present history the condition started since 10 years with dysphagia for solids it is persistent and progressive in course there is no difficulty in swallowing fluids. It is associated with weight loss about 15 kilogram. Lab data: hematology, hemoglobin 7.5, hematocrit 25, MCV 54, MCH 16, platelets. يعني دي هايبوكروميك مايكروسيتك انيميا يا دكتور هيبه مش كده؟ ايوه ايرون ديفيشنسي مايكروسيتك هايبوكروميك انيميا. MCH 16, platelets 216,000, white blood cells 4,000. ESR first hour 28, second hour 63, CA point 8, ANA negative. في ايرون ستادز رهيبة في الـ لاب ولا لا؟ يعني في نعم والفيريتين او ترانسفيرنس ساتوريشن
مش انا اللي مش عارفه بس سيتينك. حاضر. سيتينك نيزو فارينشو نورمال بانكت سيتي كاركترستكس ويز نورمال ابييرنس اوف ذا فوستا اوف روز مالر اند سيكند تيوب. الاوروفارينج شو نورمال بيتنس اند كونفيجريشن نورمال ابييرنس اوف البارافارينجال سبيسز ان ريماركابل ماستيكيتور سبيسز ويز نو فوكال ليجن نورمال سيتي فيتشرز اوف ذا لارينجال اند هايبوفارينجال ستراكشرز نو سيرفايكال اند ثوراسيك اوسوفيجيال انلارجمنت ميسز complementary barium swallows and remarkable normal CT appearance of lung field pleura and mediastinum. Esophagogastrogenoscopy esophagus shows structure just behind the upper esophageal sphincter. The scope couldn't be passed beyond due to friability. Patient is recommended for esophagogastrogenoscopy. السلام عليكم ورحمة الله. هي ترى سامعيني كده؟ ايوه سامعين حضرتك. الصوره واصله لكم بتاعت الاندوسكوبي؟ ايوه. خلينا بس ندرس الاناتومي هنا. ايه احنا كده في الهايبوفارينكس تحت البوستيرو وول اوف ذا فارينكس قدام الايبيجلوتس يمين وشمال اريتينويد في النص الفوكال كوردز. هحاول ادخل هنا بوستيريوري في الاسوفيجاس. هتلاحظوا حضراتكم الاتي وانا داخل امسك المنظار وانا داخل في صعوبه في الدخول مش هعرف اعدي وبعدين فجأة هتلاقي حاجة زي ويب قدام مش هقدر أعدي المنظار من خلال الويب ده اللي قدام ده كله ويب كل اللي قدام ويب والحتة اللي ورا اليومن فهدخل بجايد واير في اليومن وأوسع وبعد كده أدخل مرة تانية دي الجايد واير أهم حاجة بقى إيه إنك تمسكيلي المنظار حاضر من جايد واير المنطقة دي من أصعب المناطق اللي العمل فيها نظرا إنها جنب ريسبيراتوري اير واي ما ينفعش نعملها إلا لما العين يكون كومبليتلي سيديتد فولي سيديتد أنا بدخل دلوقتي الجايد واير سفري جايد واير ده تبت على الجايد واير زي ما حضراتكم شايفين هرجع تاني للبوزيشن اللي كنت فيه اللي أنا شايف فيه اليومن يستحسن اول مره نعمل بروسيدور اندر فلوروسكوبي اي اول دايليتيشن تبقى اندر فلوروسكوبي امسك المنظار اللي فيه كده امسك المنظار اللي فيه كده اللون الابيض ده معناه ان انا ضاغط كويس جامد على الميوكوزا مش كويس امسك المنظار امسك جامد قوي هدخل بالجايد واير كده انا في الاسوفيجاس بالجايد واير اعديه وبعدين هسحب المنظار بتاعي وهعمل دايليتيشن للويب هبتدي ب 12 وبعدين اوصل 14 ملم خد بالك احسن ده ممكن يعورك التب بتاعته بتعور خلاص سيبه بقى سيبه خالص سيبه له خالص اما انا طفيت حضراتكم دلوقتي في الصوره عندكم انا طفيت المنظار وهنشتغل هنشتغل بدايليتور 12 عايز بس حد ياخد المنظار اللي هستخدمه حاجه اسمها سافر دايليتور اللي هو ده هبدا بمقاس يبقى 12.8 من 10 في البدايه بدخله بالتيب اللي هي التيبر ده من احسن الاشياء اللي ممكن تبقى في الوحده ديورابل ما بيحصلوش حاجه هو عديه لغايه ما يطلع من الناحيه الثانيه وبعدين يوصل لغايه بق العينه زي ما احنا ماشيين كده شد شويه بعد احط كي واي جيل على سفري حاجه مهمه بقى هنا قوي اكسند الهيد اوف ذا بيشنت وامسك الجايد واير بالشكل ده اثبته بايدي وادخل بالدايليتور وانا بدخل بدايليتور ايدي بتثبت الجايد واير بحيث ان الجايد واير ما يدخلش مع الدايليتور ومنتين البريشر امنتين 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 لغايه ما احس ان في ريليز ده رابتشر اوف دي اوف ذا ويب كده الويب خلاص رابتشرد والمنظار دخل هعيد نفس العمليه دي بس
بالسايز الاكبر من دون. اقعد قد ايه بالدايليتور؟ اي وقت. الفكره انا بعمل رابتشر للممبرين، مش محتاجه وقت معين، مجرد ان انا اعدي الممبرين برابتشر. ساعات الاقي بلاد على الدايليتور، وساعات ما الاقيش. المره دي مفيش بلاد. هدخل بنمره 14 دكتور علي. طب ليه ما عملناش بالون عشان اسوفجيال ولا ايه؟ يس، وارد بالون، بس انا بحب في الويب ده بالذات السفري، بالنسبه لي بحس انه اريح ليا. تمام. في مشكله بقى بين السفري وبين البالونه. ايه المشكله؟ السفري ليه ميزات والبالونه ليها ميزات. ايوه. البالونه بتشوف وانت بتدايليت. تمام. ده ميزه كبيره قوي. انما في عيب، انك ما بتحسش الريزيستنس. البالونه ايه يعني؟ انت بتعلي البريشر وخلاص. ما انتش عارف الريزيستنس قد ايه. السفري ميزته الاساسيه انك انت بتعرف الريزيستنس قد ايه. الحاجه الثانيه بقى، البالونه بتعمل راديال اكسبانشن، وده شيء كويس في ناحيه واحده بس. من احد عيوب السفري انه بيعمل راديال ولونجيتيودنال بريشر. مش عارف دي واصله لكم ولا لا، ان انت بتزق فبتزق الاسوفيجس وفي نفس الوقت بتوسع. اللي انت عايزه دايما انك توسع، انما انك تزق دي حاجه مش كويسه في السفن. عملوا دراسات بالاثنين ما لقوش ان في فرق. كل واحد ليه بيرسونال بريفرنس. انا بحب السفري. ميزه كبيره فيه كمان في مصر ان هو ديورابل، تقدر تستخدمه في مرات كتيره قوي. خلاص الجايد واير عد، الدايليتور عدى مفيش مشكله. المقاس 14، هشيل خالص الدايليتور عليه بلاد زي ما انتم شايفين، حضراتكم شايفين كده، واشيل الجايد واير وادخل بالمنظره اشوف عملنا ايه. Just a comment regarding the safari or balloon. It depends according to the indication. Yeah. وفعلا يا دكتور علي، بالنسبه للاكاليزيا والحاجات الثانيه دي بنحتاج طبعا البالون فيها. Yeah. بالنسبه للاكاليزيا محتاجه بالون خاصه جدا. البالون بتاع الاكاليزيا دايمتر كبير، وبعدين ما هياش كومبلاينت. يعني غير البالونات اللي بنستخدمها في الدايليتيشن، دي بالونه مختلفه خالص اسمها اكاليزيا بالون. مختلفه تماما عن اللي بنستخدمها في الاسفاجيال دايلاتيشن. دلوقتي حضراتكم هتشوفوا ان الدخول بقى اسهل، وحاضر اشوف الويب وانا خارج دلوقتي واتاكد ان عارش انجر الاسوفيجاس. عايز غسيل بس من فضلكم. ما نخافش من بلاد، ده متوقع. اغسل. وتعوز كذا سيشن يا دكتور علي ولا مره واحده؟ مره واحده. كتير من العيانين دول بقى عندهم كمان ايرن ديفيشنسي، محتاج يتعالج في الحقيقه، اللي هو السندروم اسمه بلومر فينسون او باترسون بلاون كيليش. حضراتكم تاخدوا بالكم ان الميوكوزا بتاعت الاستومك بيل، فيري بيل. هنكمل المنظار اتاكد بس ان مفيش حاجه تاني، وبعد كده هطلع في الاسوفيجاس اشوف احنا عملنا ايه. الديوتين البالب كويس، بس فيري بيل برضه زي ما حضراتكم شايفين. فيري فيل ميوكوزا، حتى الاندرلاينج ستراكشرز باينه. ده جزء يا جول بلادر يا الليفر، البلويش ده يا جول بلادر يا الليفر، لان في فالور في الميوكوزا فالاندرلاينج ستراكشرز باينه. يبقى في ريفرنس للويب يا دكتور ولا ممكن structure. ممكن لو مفيش تريتمنت الانيميا. شايفين حضراتكم ال الديودينال ميوكوزا والفيلاي بتاعتها فيري بيل وايفيدنت يعني. دكتور الان ديفيشنسي فور لايف. الدكتور بهاء عباس بيقول لي حاجه برضه مهمه، بيقول لي عايزين نتاكد ان السكند بارت كويس عشان ما يطلعش عندها سيلياك ديزيز. تمام. يس ذيس ترو، يكون هو الكوز اوف انيميا اللي عندها. وخلوها برضو يعني
جنرال براكتس اي عين عنده انيميا مش لاقي لها سبب وانت بتعمل خد يودنال بيوبسي. ده في الجايد لاينز بتاع الامريكان سوسايتي اوف جاستروسكوبي اندوسكوبي. ما نعتمدش على الاسكالوبي كونودولارتي، ناخد على طول. تعتمد عليها بس خد بيوبسي لان لو في مايلد ديزيز ممكن ما تشوفش حاجه. تمام. انا هنا شايف الفيلاي كويسه قدامي، مش شايف ان فيها حاجه، وما اعتقدش لو خدت بيوبسي هلاقي ان فيها اكتر من كده. تمام. الفيلاي بتاعتها كويسه، ولو عايز اشوف الفيلاي احسن اقدر استخدم حاجه من اثنين، يا اما استخدم ان بي اي هيوريها لي احسن من كده، يا اما احقن ميه وبص على الميوكوزا تحت الميه. اديني شويه ميه كده، بتعمل ماجنيفيكيشن اقدر ابص اكتر شويه. ودلوقتي عاملين كلاسيفيكيشن للسيليك ديزيز عن طريق ال ان بي اي، لسه جديد ما بقاش يعني ايه يوتيلايز اكستنسيفلي. anyway انا مش عايز اخركم معايا خلاص، عشان في حاله ثانيه في اوضه الاي ار سي بي تبصوا عليها. اه يس، هنبص بس على اللي احنا عملناه وتنقله على الدكتور اسامه عشان الحلقه اهم. اي ار سي بي احنا كده ماشيين في الابر اوسوفيجس، هنوصل للبروكسيمال بارت، هتلاقوا الليب في لحظه واحده بيبان ويختفي، مش هتشوفوه فتره طويله لان انا هبقى في اكبر حته اطول. ده الويب على ما اتكسر، ده الويب على ما اتقطع، ده الويب على ما اتقطع اللي هو ده. تمام. واضح بالنسبه لكم؟ واضح. اوكي. تفضل تفضل. خلاص احنا خلصنا. انا هتكلم واتقدم خلاص. بص يا ايمن، انا احمد. اتفضل. ايوه احمد. دلوقتي العيان ده كان بانكرياتيك امبولر وبانكرياتيك كارسينوما، وكنا حاطين له طبق ان اوبرابل، فحطينا له بلاستيك وجاب ميتال، فبنغيره له بميتال اهو. تمام. خلاص، فاحنا شلنا البلاستيك زي الحاله اللي فاتت ودخلنا الميتال اهو. ورينا له شوط الاشعه يا جماعه. وفي الاشعه باينه. ورينا لهم يا بتاع، خليك مسكها لي بقى. ماشي. الاشعه باينه الاستريتشر. اسحب شويه، اسحب كمان. الاستريتشر باين لغايه ايه؟ اسحب كمان شويه. تمام. كده اهو. هنا باين لنا اخر. ممكن نكبر صوت الاشعه يا دكتور؟ ايوه، وريني صوت الاشعه هنا اهو. الدايلاتيشن باين. الصوت مش واضح بس يا دكتور. الدايلاتيشن باين اهوت. عندك دايلاتيشن الواير فوق، والجايدنج انتروديوسر بتاع الستنت داخل اهوت ورا المنظار. وبعدين انزل بقى معاهم يا مدحت. ايوه، ادي الاستريكشر من الحته الدايليتد اللي فوق لغايه التيب بتاعت المنظار تحت، كل ده استريكشر. خلاص، فاحنا هو طلع وهنبتدي نفرد الايه الستنت. ماشي، زي كده برضو عليك وهتسحب. ماشي، وريني كده، وريني فوق يا استاذ. ماشي، ابتدي افتح. ماشي ماشي، وريني. ابتدي افتح كمان 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 كمان. تسحب معاك، تفتح كمان. مش شايف انها بتتفتح. اسحب عليك كمان. ايوه اهو، اسحب كمان. اسحب كمان 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 كمان. افتح كمان. وريني الاخبار ايه فوق. ماشي ماشي. افتح كمان كمان. افتح كمان. دي واحدة. خلينا الأخبار إيه؟ ماشي ماشي. افتح كمان كمان كمان. دي واحدة. خلينا الأخبار إيه؟ ماشي. افتح كمان كمان كمان. افتح كمان كمان. ماشي. باين يا أستاذ أحمد. قد ايه الاوبستراكشن رغم ان هو كان فيه بلاستيك ستنت. ده يوديك الادكسي اوف درينج بالميتال ستنت عن الاسوفجي عن البلاستيك ستنت. ماشي، ورينا بقى. ادي صوره المنظار، واضح البيتنسي، واضح ان احنا طالع بره هو تحت مسافه معقوله بحيث ان عشان ما يحصلش مايجريشن للستنت. وهينزل البايل اهو بباس بكولانجيتس، واضح ان كان فيه باس
مع ايه بايل اوبستراكشن. بص بقى فوق على الاشعه وبين ماشي وبين الصوره اللي الشمال اهو باين لك الاوبستراكشن على واير. ممكن صوت حضرتك بس البروسيس انا معاك اهو انا هطلع بالمنظار بس بشفط عشان ايه العيان يبقى ايه جيت ويل بسرعه. انا بشفط اهو بس على قد ما نقدر الباس اللي جاي ستونز مع باس وده يفسر لنا كمان ليه هو مش البلاستيك سنس ما كانش جايب نتيجه كويسه انا رغم ان هو عنده تيومر كمان عنده ايه ستونز فوق ممكن قوي من الكوليستيزز الجامد. ماشي خلصنا خلاص يلا امسك هنا دلوقتي هنوريكم على ال سامعني يا احمد الشاشه هنا اهو معاك على الناحيه الشمال وريله الناحيه الشمال ادي البيفور ادي الدايلاتيشن باين انا هجي لك اهو الدايلاتيشن اهوت باين الدايلاتيشن ادي الدايلاتيشن وده كل ده الاستريكشر اللي عندك اللي كان فيه البلاستيك ستنت ومش كافي كويس ادي بقى الصوره بقى الصوره الثانيه باين الميتال ستنت فاتح فوق في الحته الدايليتد وبغطي الحته الاستركشر اول اراوند لغايه لما وصل لنا تحت في التيب بتاعت المنظار. ماشي واضح تمام واضح ماشي. هايبرتنسيف لور اوسفجيال سفنكتر برايمري اوسفجيال موتيليتي ديس اوردر او بتحصل في الاكاليزيا وفي الاكاليزيا بيبقى معاها انكمبليت ريلاكسيشن في الهايبرتنسيف لور اوسفجيال سفنكتر بيبقى في كومبليت ريلاكسيشن. احنا هنا قدامنا السكرين فيها كل الستادي هنبتدي نعمل زوم كاميرا مان اديني صوره السكرين ده سمع هنبتدي السكرين معانا هنا كلها هنبتدي نعمل زوم على البول ثرو اللي عملناها. احنا عملنا سنتيمتر بول ثرو البول ثرو ده اهي البول ثرو اللي عملناها ده اهي احب اطلعه كده الفوشة كده كده احسن واضح احسن واضح كده تمام. احنا عملنا بول ثرو هنا اهو سحبنا سنتي سنتي 45 44 41 38 واحنا بنعمل بول ثرو عدت علينا اللورز جي سفنكتر في الثلاثه تشانلز دول وخدنا الافريج اوف ذا ريستنج بريشر وخدنا الستارتنج اللور بوردر والابر بوردر ومنها هنطلع بريزلت ان احنا عندنا 4 سنتيمتر لينث هايبر لورز جي سفنكتر الريستنج بريشر اون افريج از 40 مليمتر ميركري ويتش دينوت ذات اتس هايبر تنسيف لورز جي سفنكتر. لما بنيجي نبص على الويت سوالو سيكونس اناليسز او احنا بنقيس السوالو بنقيس الامبليتيود عندنا هنا 68 الامبليتيود في الكونتراكشن دي الديستال كونتراكشن امبليتيود از 153 والبرسنتج اوف ريلاكسيشن از 100% ريلاكسيشن. انا عندي هنا برضو كاركترستيك اوف هايبرتنسيف لور اوسفجيال سفنكتر عندي ا فيري هاي بوست ديجلوتيتيف كونتراكشن دي كاركترستيك اوف هايبرتنسيف لور اوسفجيال سفنكتر. ساعات الهايبرتنسيف لور اوسفجيال سفنكتر دي بتبقى انديوست باي ريفلكس. نيكست ستيب فور ذيس بيشنت ان احنا تو اكسكلود ريفلكس اسوسيشن وذ ذا ديزيز فالمفروض نعمل له بي اتش متري او بي اتش امبيدنس امبيلاتري بي اتش امبيدنس متري المفروض ده يبين لنا كوانتيفيكيشن اوف ذا ريفلكس هاو ماتش ريفلكس هي هاز اند اسوسيشن اوف ذيس ريفلكس وذ ذا ايبيسودز اوف بين اند association of the reflux or the pain with meals. دي هتدينا فكره جيده لان احنا دلوقتي المريض ده استريح على النيتروجليسرين. سموث ماسل ريلاكسنت. اتس سموث ماسل ريلاكسنت وبالتالي السبازم اللي بيحصل له هنا اللي بيعمل له بين في اللور اوسفجيال سفنكتر والله اعلم هل وقت لان انا حاسس برضه ان الديستال كونتراكشن امبليتيود از ليتل بيت فيجرس يعني بات نوت اب تو 180 ملم ميركري لو وصل 180 اقول على طول ده نوت كراكر اوسفجيال انما هو ما وصلش اون افريج ل 180 هو عندي 148 الافريج بتاعنا وبالتالي بما ان هو 148 ممكن ده لما يحصل ريفلكس يحصل اجريفيشن ويحصل سبازم ساعتها بقى وهو ان اتاك تلاقي ايه دول مثلا تلاقي الكونتراكشن 180 اور 200 ده مش هيخلص نكتر لو وصل فاحنا دلوقتي هو المريض ده استريح على النيتروجليسرين which relaxes the lower esophageal sphincter during the attack احنا ممكن نجرب معاه ترايل اوف انزيوليتيك دراجز
انه يمشي على زانكس لان وان اوف ذا تريتمنت ناخذ زانكس. ممكن نشوف لو هو ريفلكس انديوست ولا لا بان احنا نعمل له بي اتش ميتري امبيدنس. في حاله ان هو يطلع نوت ريفلكس انديوست sometimes these patients especially patients with hypertensive lower esophageal sphincter who suffer from not chest pain but suffer from dysphagia sometimes they benefit from a single episode of balloon dilatation. بس مش في الحاله دي لان الحاله دي مش حاله dysphagia, الحاله دي حاله pain. فانا شايف ان التريتمنت بتاعتنا هتبقى medical. I can even from now spare him the pH metrial impedance. I can prescribe Lee proton pump inhibitors, lowest dose of proton pump inhibitors. ونديله نيتروغليسرين. هو قال لي كمان على كي بوينت مهمه ان هو بيجيله برودروما. البرودروما دي انه بيجيله شويه تشست تايتنس كده. ممكن ياخد النيتروغليسرين لما يجيله تشست تايتنس ونبتدي يجيله صداع يتف النيتروغليسرين. اضافه الى ان احنا عشان نمنع ان الاتاكس تجيله فروم ذا فيرست بليس نحاول نديله ان انزيوليتك زي مثلا الزانكس. هتحاول انها الزانكس ده ممكن يساعدنا في ان هو يمنع حدوث الاتاكس فروم ذا ستارت. اي اسئله دكتور ايمن؟ اي اسئله يا جماعه؟ دكتور ايمن. اي دكتور اسامه مع حضرتك يا بيه. اي اسئله يا فندم؟ ميرسي يا فندم, شكرا لحضرتك. شكرا عن شكرا اذنك يا فندم. شكرا, مع السلامه.